هذا المهم ديال هذا الاخ هذا الشاب هذا اللي وقع في هذه الكارثه، نسال الله سبحانه وتعالى الله يتجاوز عنه. بان الناس البارح كنسمع في شي ناس بعدا لا حول ولا قوه الا بالله منهم، هاد الناس هادو على ما سمعت ودني بان الناس هاد الدري الشاب كيشهدوا للناس كل شيء بمشاهده الجميع بان هذاك الدري من اطيب خلق الله، مستوى قاري ما اطيب، كان يزمو في حالات كان يزمو لان امه كانت كتعاني من واحد المرض وكان كيهز بها. الدري هذا مثقف بزاف بزاف بزاف، ومن خلال الناس البارح كيدويو وهذوك الناس بكل بعد بعد بزاف على ذاك الدري بانه كيقول له مسخوط والدين، هو ما مسخوط ما والو، كيصلي كان كيلعب كره، كان هو كان كيلعب كره، كان شوف كيلعب الكره وكان قاري مزيان ومديسيبليني، غير هو تعزل فواحد اليامات مريض مرض نفساني، ما كيدير لا ما كيدير لا غبره، ما كيدير لا كوكايين، ما كيكمي، ما كيشرب، ما كيدير حتى شي حاجه. هاد الدري من اطيب خلق الله، سي الخادير مخرج ورجال وهما كيشيروا هاد النقطه بان سي الخادير نقطه سوداء، حاشا ولله واش نقطه سوداء. انا سي الخادير كنوض ليه بالليل، كنخرج فيه بالليل، سي الخادير الناس ديالو من اطيب خلق الله، وهاد الدري راه من بلي ما حتى شي حاجه وما مسخوط ما والو. هاد الدري مرضي الوالدين، غير الدري مريض نفساني، الدري ملي وقع المشكل صافي الشيطان بغى عزلو، ملي عزلو الشيطان نفساني على الله هو الخدير في كفات. هو الدري ملي اعتزل ملي تعزل شدو الشيطان، ملي الشيطان جبدو راه الشيطان الدور ديالو هذا. المهم اللي وقع بينه وبين في البيت ديالهم، وقع بينه وبين المشكل هو والاب ديالو والام ديالو، وهادشي اللي وقع. اما الدري راه ما مسخوط ما حتى شي حاجه، غير مريض نفس مريض نفساني. سمعت انتوما كفاعلين جمعويين كيفاش كان هذا؟ هو مريض نفساني، والمرض النفسي راه كيضطر كيدير اي واحد اي انسان كيدير هادشي، وقدر الله ما شاء فعل. ورا الناس اللي كيقولوا بان الدري مسخوط ودير ودير ودير، راه ما مسخوط ما والو، الدري راه ما اطيب خلق الله، كشهاده لله. هو مريض نفساني، كانت ماتت الام ديالو لمده واقيلا شي 10 سنين، الدري جا رجع للور لان ما كان هو مقابل امه، ملي ماتت امه مسكين الدري بدا كيرجع للور. راه ماشي كيقولوا راه مريض ولا كيتقرقب ولا كيدير الحشيش ولا ما كيدير حتى شي حاجه، ملي مرضات امه ورجع الدري بدا كيرجع للور. ملي ماتت امه تزوج باه، ملي تزوج باه مربما ملي تزوج باه الدري ملي ماتت امه بقى فيه الحال ديال الام ديالو، شويه تزوجوا. اللي تزوج باه حتى ماتت الام ديال 10 سنين ماتت امه، باش من بعد تزوجات به. نعم خويا. قالوا بانه تصلى هو باه الله يجازيكم بخير. انا غنقول هذاك الشيء اللي سمعت عيني، راه ما شدت، المهم انا سمعت الاب صلى العصر. والناس كتشد فيه، الناس الجامع اللي كنصلي فيه انا كيصلي معنا، الراجل من اطيب خلق الله مسمى بالعياشي، وعلى ما اظن راه صايمين ومقبلين على رجب. وهاد الناس هادو راه كيشهدوا فيهم الناس، المراه الله عمرها دار، والراجل الله عمرها دار، ومرت الاب مع الابن الله عمرها دار. الدري راه كنشير لهاد النقطه هادي باش كيقولوا السيد الخادير نقطه سوداء، حاشا ولي لا السيد الخادير واش نقطه سوداء. انا راه كنخرج الرزان كفاءات تما السيد. شوف اولدي، شوف اولدي السيد شوف شوف السيد الخادير، السيد الخادير واحد الناس فيه من اطيب خلق الله. عنده مرض نفسي، علاش ما يعني ما هنا هنا هذه النقطه المهمه. دار الحاله هذه، هاد مدينا للسبيطار وعطاونا ورقه الفانيد وقال لك سيروا ديو صافي من 2018. انت الحال بغيت تقول بانه الدري كيعاني، الدري شوف الدري دينا في 2018، الدري كيعاني من مرض نفسي، يعني كيدير فانيد ديال العصب، يعني راه داج ديجا شي مره تلاح من سطح، يعني راه مريض. اما الناس اللي بداو كيعلقوا عليه بانه مسخوط بانه فاعل بانه ترك، هادشي راه ما كاينش. هو راه عزيز عليه مرت باه وعزيز عليه باه، غير الدري ملي وصل الاجال الشيطان صلى العصر، صلى العصر بعد ما توفات الام ديالو مسكينه، ملي توفات الوالده ديالو بدا كيرجع الدري للور، لان كان هو عايش مع امه، هذوك اللحظات الزوينين عايش مع امه. ملي ماتت امه بدا كيرجع للور، ملي تزوج باه تما فين وقع بدا بالمشكل، ملي تزوج باه الدري بقات فيه امه، داكشي بقات العلاقه غاده مع مرت الاب مهم مزيانه. ملي تزوج هربت عليه المراه، ملي مرض ملي ولاو كيديو قال لك ترونسي وداك الشيء، مرض ملي مرض المراه هربت عليه. دابا ملي زاد هربت عليه المراه صافي، يعني راه انسان وانتيليجو قاري
تاع القرايه مسكين الله يمسر شفاء الله، وكان خدام ديسيبلين، كان خدام مرجان، راه خدام مرجان هو، ملي خرج صافي، ملي خرج من الخدمه برك 3 سنين. مدة ما شاف الابن ديالو، مدة ما مشاش الابن ديالو، هذه حتى هي النقطة. وكويري راه كان في الشوارع، كان كيلعب في الشوارع، ودري مديسيبليني، ودري معقول، وهذوك النقطة اللي شاروا لهذوك الناس البارح بأن الدري راه مسخط والدين وبأنه خايب وسيد خادير خايب، هادشي راه ما كاينش، دراتنا هنا. انا راه كندير، انا كيعرفوني الناس تما بسيد خادير جميعا بان الناس راه تما من اطيب خلق الله، وهادشي اللي كنقول لكم راه هو مسكين المرحوم، ما كيجيني حتى شي حاجه غير جار ديالنا، جار ديالنا هو راه مزيان، وباه مزيان، ومرت باه مزيانين، هادشي قدر الله ما شاء فعل، هادشي الدور ديال الشيطان، دابا الشيطان على الله، هذا هو الدور ديالو، طلبوا الله سبحانه وتعالى يتجاوز عليه. الشباب ديال سيد خادير كاين المخدرات، المخدرات انا كنقولها لهم في اي جنزان كنقول لهم، كنقول لهم كفى 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 من المخدرات، كفى من السجون، الرجوع الى الله عز وجل، لان احنا بعدنا من الله عز وجل بزاف، بعدنا من الله بزاف، وكنطلب الله من السلطات المحليه تاخذ واحد القرار، تاخذ يد من عصا، لان اللي تجاوز ياخذ، اما الدري باش نشيروا ليه راه ما داير حتى شي حاجه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.